قطع صوتها عليه وحافظت على سماعي. أنا كتير ندمانة. بعتذر منك يا حلا على الكلام يلي قلت لك اياه. امير انا ما بسمع وما عم بعرف شو عم تقلي. ايه مزبوط انت ما بتسمعي، والحمد لله انك ما سمعتيني شو قلت. يا امير ما عم بسمعك شو عم تقول، اكتب لي على الورقه. وين في ورقه وقلم عندكن هون؟ شو في يا امير؟ كنت عم بحكي حلا ونسيت انها ما بتسمع، فقلت لي جيب ورقة وقلم لحتى اعرف شو عم تقلي. صح يا امير، بس انت شو كنت عم بتقلها؟ كنت عم قلها انه الله يشفيك امير. وشك بيقول انك عم بتكذب، شو كنت عم بتقلها لحلا؟ الصراحة انا كنت عم كذب عليك، انا قلت لها لحلا، قلت لها انه انت مش حلوة ومغرورة وما حدا بحبك. امير كيف بتحكي مع اختي حلا هيك وهي مريضة وما بتسمع؟ كيف إلك قلب؟ انت ما عندك احساس؟ ما عندك ضمير؟ الصراحة وقتا كنت عم قلها هيك انا ما كان عندي لا قلب ولا احساس ولا ضمير، بس انا رجعت هلأ لحتى اعتذر منها، بس هي ما عم تسمعني. يلا الحمد لله يا امير انه حلا ما سمعتك، والحمد لله انك عرفت غلطك. الحمد لله اني عرفت غلطي، وان شاء الله الله بيسامحنا. هلا بدك شي؟ صار لازم روح على البيت. لا يا امير بدي سلامتك. الله معك وسلم على خالته كتير. الله يسلمك وسلامة قلبك يا حلا. حبيبتي يا حلا، بعرف انه انت هلأ ما عم تسمعيني، بس انا بدي اقليك انه نحن اخواتك وما رح نتركك ابدا. مليكة ما عم بسمعك شو عم تقولي، اكتبيلي على ورقة. اكتبلك على ورقة؟ لا يا حلا ما رح اكتبلك على ورقة، انا عندي خطة احسن من الكتابة ورح تفرحك كتير. يا مليكة ما عم بسمعك شو عم تقولي. حلا انتظريني وراجعة. شو عم بيصير مع مليكة؟ هي بتعرف انه انا ما بسمع. عيلة فنية. محمد ليه عم تعمل هيك؟ شو هالحركات هاي؟ حركات شو يا زهراء؟ الحركات انك عم تبكي انت وعم تاكل، ما فهمت ليه؟ زهراء انا عم باكل وببكي كرمال مليكة بس تشوفني ما تقول عني بلا احساس. كرمال مليكة ما تقول عنك هيك؟ شو بدك فيها لمليكة؟ مليكة بدها تعمل حالة رئيسة جمهورية وتمشي كلمتها على الكل، خلص كل على راحتك. اوكي معك حق يا زهراء ورح اكل على راحتي. محمد عن جد انت بلا احساس وبلا ضمير وبلا قلب. خير يا مليكة شو في؟ ليه عم تحكي معي هيك؟ ليه عم بحكي معك هيك؟ انا ما قلت لك انت وعم تاكل خلي وجهك حزين كرمال اختك حلا.
شفتي يا زهرة؟ قلت لك بس تشوفني مليكة عم باكل انا مبسوط رح تعمل لي مشكل. خلص يا مليكة تركي على راحته، ما دخل الاكل بالحزن. كيف ما دخل يا زهرة؟ الانسان اذا شاف اخته حزينة لازم يخلي وجهه حزين. مليكة شو خص هاي بهاي؟ بعدين انت مش عم تاكلي؟ انا ما عم باكل؟ بلا عم باكل. طيب كيف عم تاكلي؟ انت وحزينة او عادة؟ اكيد عم باكل انا وحزينة لدرجة انه عم ينزل دموعي. اف لهالدرجة يا مليكة؟ ايه الله يكتر من امثالك. ايه طبعا يا زهرة، كلنا لازم نكون هيك ونشعر ببعض. وهلا يا محمد كل انت وحزين. اوكي يا مليكة رح اكل انا وحزين. محمد مش هيك، احزن اكتر. شو احزن اكتر من هيك؟ ما بيقدر يا مليكة. مبلا يا محمد بتقدر، انا رح فرجيك كيف. مليكة هلا المهم شفتي حلا ولا بعد؟ ايه شفتها وتذكرت الكن بدنا نعمل خطة كتير رح تفرحها. خطة شو يا مليكة؟ الخطة هي انه منتعلم لغة الاشارة عن اليوتيوب وهيك منعلمها اياها لحلا ومنصير نحكيها فيها. برافو عليك يا مليكة، خطة كتير حلوة. هيك حلا بتفرح وبتصير تفهم علينا لكن على جخاله اشرف او خاله محمد. ايه والله يا زهراء خطة مليكة كتير ذكية. طبعا انا ذكية، ما انا مليكة يلي مدوباهم اتنين. طيب يا مليكة ومحمد رح فوت على اليوتيوب لنتعلم لغة الاشارة. كيف الحال؟ الحمد لله. صباح الخير. مساء الخير. جيد. سيء. يحب. غضب. العائلة. السلام عليكم. حمد ومليكة بس بدنا نقول السلام عليكم تعملوا هيك. جربوا. صح. كيف الحال؟ كيف الحال؟ هيك وهيك. هيك. صح. الحمد لله. الحمد لله. برافو. أين المكان؟ سعيد. أين المكان؟ هيك وهيك. هيك وهيك. برافو. سعيد هيك. حزين. حزين هيك. آسف. يا حبيبة قلبي يا هلا سلامتي. فاطمة بلا اوفر دراما، تفضلي فوتي. اوكي مستر اشرف.
بس أنا هزينة هزينة كرمال هلا لأنه أنت قلت لي ما عاد عم تسمع. شكرا يا بادما لأنك حزيني على حلا. تفضلي بتحزني جوا. سلامتك يا حلا. خالو باد ما شو جايبة لعنا؟ شافني على الطريق وحكالي عن هلا انها ما عاد تسمع. انا جيت لحتى واسيها والا سلامتها. شو الزهر بدك يعني فيلياني؟ صح يا زهراء، وانا اصريت عليها تجي لحتى تواسي حلا وتضحكها. ايه اهلا وسهلا. وين اما اسيناف؟ مبين منا معه. اول شي يعني فيرست اوف اول، ماما اسينات ما بتحب هذا يتدخل بخصوصياتها ومانا فاديتلكن لحتى تيجي لعندكن. وتاني شي يعني سكند اوف اول، ماما اسينات بالسوق عم تعمل شوبينج. عم تعمل شوبينج؟ الحمد لله انه ما اجت لعنا. محمد على فكرة انا سمعتك عن جد انه انتو ما عندكن احساس وما عندكن ذوق وما عندكن قلب. بعد ما خلص، أنا ما جبتك لهون لتعملي مشاكل، جبتك لتواسي حلا وتضحكيها. مستر أشرف، أنا ما عم بعمل مشاكل، بس من أول ما وصلت لهون وولاد إختك عم بيهاجموني، هني ما بيحبوني. على فكرة، عملت غنية جديدة من اللي بيغاروا مني وراح تنزل قريباً بالأسواق. غنية عن يلي بيغاروا منك ومن شو بدهم يغاروا؟ قليلنا. صح. ولا يا حبيبتي، الله عطاني جمال وذكاء وقوي ولسان اقدر هارب فيه اعدائي. بادما قلتلك بلا مشاكل، هلا قومي عند حلا واسيها وضحكيها. اوكي مستر اشرف، رح فوت لعندها، بس قبل ما فوت بدي قلكن شي انه بعد ما تنزل غنيتي بدي اعمل حفلة ويصيروا ينادوني الجمهور باعلى الاصوات بادما بادما، بدي اتصور معك بادما. يلا بالاذن. يا خالو انتو قلتولي انو حالة حزينة وكئيبة، قلت بجيب لها بادما بتوسيها وبتضحكها. خالو نحنا بنعرف كيف نفرح اختنا، ما بدنا بادما تفرحها. خلاص يا زهراء، مرقولي هاليوم على خير. ما بديك يعني واسيها وضحكها؟ خلاص مستر اشرف، وديني عند امي، وديني عند ماما اسينات شامبر. انبسطتوا هيك؟ لا يا بادما، ما عم نحكي عنك، عم نحكي عن بنت تانية واسمها صادمة. ولا عم تحكي عن بنت تاني واسمها صادمة كمان؟ انا رح صدقك. يلا شاو. شو رح بيصير بالحلقة الجاي؟ لا تعرفوا انطرونا، ومثل العادة يلي بعده ما اشترك بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبه كتير وتقدم له افضل الاعمال، وفعلوا الجرس واعملوا لايك. الى اللقاء. وعيلي مشكلها رهيبي، كل واحد فيهن مصيبي، عيلي فني وعجيبي، دراما ودمعتهن قريبي. وعيلي مشكلها رهيبي، وكل واحد فيهن مصيبي، عيلي فني وعجيبي، دراما ودمعتهن قريبي. عيلي عجيبة، عيلي غريبة، عيلي مصيبة، عيلي رهيبة. عيلة منا لا ما بتزهق، الله جمعهن ووفى، ما في مثل هالكوكب خيال علمي وتحقق. وعيلة مشاكلها رهيبة، وكل واحد فيهن مصيبة، عيلة فنية وعجيبة، دراما ودمعتهن قريبة. عيلة حياتها دراما وكوميديا، وعقلتهن بالسوشيال ميديا، ساعة هو وساهي بس عيلة عندها حنة. وعيلة مشاكلها رهيبة، وكل واحد فيهن مصيبة، عيلة فنية.
وعيني.